ازيكم عاملين ايه؟ انا جاية النهاردة اكلمكم عن رواية للموت اضغط رقم واحد. بصراحة الرواية حلوة جدا ومن احلى الروايات اللي انا قريتها، بس في ناس بتسألي وتقولي انت ازاي ما حصلكيش حاجة بعد ما قريتيها، اصل بيقولوا ان اي حد بيقراها بيموت. عايزة اقولكم ان الكلام ده مش حقيقي، وانا قدامكم اهو، وان دي مجرد رواية مش اكتر. حقيقي زي ما هي.